عليكم السلام ورحمة الله. احنا اسفين يا بنات قطع النت، يعني ان شاء الله نكمل باذن الله مع بعض كده اهوت. ان شاء الله هنحل كده تدريب على الدرس ان شاء الله. نقرا القطع الاول. اينما يحرص المتحدثون على الجدال تنتشر بينهم الشحناء، ومتى يلتزموا بادب الحوار وتقبل الراي والراي الاخر تسد بينهم المودة والوئام. اعرب ما تحته خط. من يعرب المتحدثون؟ فاعل مرفوع علامة رفع الواو. ممتازة، فاعل مرفوع علامة رفع الواو، تمام. بأدب الحوار، الحوار نبدأ مضاف إليه المعرفة، مجرور علامة جر الكسرة. تمام، مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. ممتازة. تسد ومتى يلتزم؟ شفت انا عشان اعرب كلمة تسد رجعت فين؟ جبت من اول ومتى. ومتى يلتزم بأدب الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر تسد بينهم. هيبقى فعل جواب مجزوم، أسلوب الشرط. جواب فعل مضارع فعل مجزوم مضارع وعلامة جزمه بالسكون. مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لا مش حذف حرف العلة، هي فعلا كان أصلها تسود بس آخر حرف اللي هو الدال حرف صحيح، يبقى علامة الجزم السكون. أقول حذف حرف العلة لو حرف العلة في الآخر، لكن آخر حرف هنا حرف صحيح اللي هو الدال، يبقى العلامة هي الإيه؟ السكون. مين يا بنات يستخدم أسلوب شرط ويحدد أجزائه؟ اللي هو متى يلتزم بأدب الحوار؟ يحرص تمام تمام تنتشر. متى يلتزم بأدب الحوار وتقبل رأي الآخر تسد، يبقى متى اثنين أداة الشرط ويلتزم أينما فعل يحرص الشرط تسد. تنتشر. وفي كمان ممتازة، أينما يحرص المتحدثون على الجدال تنتشر، تنتشر. يبقى أينما فعل أداة الشرط ويحرص فعل يحرص الشرط فعل الشرط وتنتشر فعل تنتشر فعل جواب جواب الشرط. جواب الشرط. تمام، ده كلام رائع. مين يجيب مضارع مجزوما بعلامة أصلية وآخر مجزوما بعلامة فرعية؟ العلامة الأصلية في الجزم يا بنات اللي هي السكون، والعلامة تنتشر الفرعية اللي هي تسد حذف حرف العلة أو حذف النون. يحرص، يحرص تنتشر مجزوم. طب العلامة الأصلية تنتشر تنتشر، وممكن كمان يحرص، يلتزم وكمان طيب ثواني يلتزم واحدة 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 ثواني. يبقى العلامة الأصلية في يحرص السكون، وتنتشر برضو السكون، وتسد وتقبل. برضو السكون، أما يلتزم مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة. يبقى العلامة الفرعية في كلمة يلتزم لأنه مجزوم وعلامة وتقبل. جزم حذف النون. طيب معايا يا بنات؟ طب أنا إن ترد الخير للآخرين تنال ولا تنل ولا تنالوا؟ تنل 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 تنل. ثوبا برافو عليكي، تنل، لان هي كان اصلها تنال، يبقى علامه الجزم السكون، والالف اصلا ساكنه فما ينفعش ساكن مع ساكن، فبنحذف الساكن الاول منعا لالتقاء ساكنين، تبقى فعلا هي ايه؟ تنل. طيب بعد كده، بعد كده من يسعى الى الخير يكون محبوبا. يسع ويكن. ايه؟ يسع ويكن. تمام، من يسعى بحذف حرف العله اللي هو الالف يكن، إلى يبقى من الخير يكون يسعى محبوبا. الى الخير يكن محبوبا. يبقى يسعى نكتبها ازاي يا بنات؟ اخرها عين وعليها فتحة. وفوق العين فتحه، يسعى ويكون احذف الواو تبقى يكن، ويكون احذف الواو تبقى يكن. بعد كده بيقول يزور السائحون مصر يجدون كرما. اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة. مين يحل السؤال؟ متى يزر يزر متى يزر السائحون مصر يجدوا كرما. ممتازة يا بنتي، ممتازة. يبقى متى يزر السائحون مصر يجدوا كرما. ممتازة، تمام. متى يزر، هحذف الواو وهتكتب نكتب يزر لعدم التقاط الكبير لعدم التقاء ساكنين، بس علامة الجزم هنا السكون مش حذف حرف سكون. العلة.
تمام. ويجد هتبقى علامة الجزم حذف الايه؟ حذف النون. ما نون. شاء الله عليكم. نحل كمان تدريب كده مع بعض. بيقول ما تقدم، ما تقدم من معروف، ما تقدم من معروف تجد جزاءه، ومهما تتغاضى عن إساءة الآخرين يعلو عندهم قدرك ويرتفع بينهم شأنك. اعرف ما تحته خطوة. مهما تتغاضى فعل شرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما شاء الله عليك يا بنتي، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، كان أصلها تتغاضى عن إساءة الآخرين، مضاف إليه، مجرور مضاف وعلامة إليه مجرور علامة يا عشان جزم نكرة إلا ومعرفة، لأنه تمام، ويرتفع بينهم شأنك، يرتفع فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن شأنك هو اللي هيرتفع، يبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ده كلام رائع. تمام. بعد كده بيقول لي استخرج جواب شرط وعربه. ساجد ساجد فعل جواب، عايز فعل جواب شرط اللي هو ساجد فعل يعني ايه؟ ساجد ويعني تجد. فعل جواب الشرط مجزوم أو وعلامة يعني جزمه السكون، وممكن كمان فعل ايه؟ مضارع مجزوم وعلامة الجزم وحذف حرف العلة. ممتازة. يبقى جواب الشرط عندي تجد مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفي إجابة كمان يعلو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طب مين يجيب فعلا معربا بعلامة أصلية؟ تقدم تقدر تقدم مرفوع وعلامة رفع، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يبقى كده علامة أصلية. طب والعلامة الفرعية؟ تجد ويعلو. لا يعني بس يعلو بس، لأن تجد مجزوم وعلامة جزم السكون علامة برضو أصلية. يعلو فعلا مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة، يبقى الفعل المعرب بعلامة أصلية اللي هو تجد، وعندي كمان تقدم، تقدم وتجد الاثنين مجزومان وعلامة الجزم السكون علامة أصلية، وعندي كمان العلامة الفرعية تتغاضى تتغاضى مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، وكمان يعلو مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. السؤال اللي بعده بيقول لو تحرصون على ممارسة الرياضة تقوى أبدانكم. إن تحرصوا على ممارسة الرياضة إن تقوى تحرصون على أبدانكم. إن تقوى تحرصوا من على غير إيه؟ ممارسة الرياضة تقوى من غير تقوى إيه؟ أبدانكم. طب ثواني يا بنات، ثواني خليكم معايا. لو تحرصون على ممارسة الرياضة تقوى أبدانكم، استبدل بلو أداة شرط جازمة، تبقى إزاي؟ هتبقى مستر إن تحرصوا على على ممارسة ممارسة الرياضة الرياضة تقوى تقوى من أبدانكم. غير ما شاء إيه؟ الله عليكم، تمام. إن تحرصوا على ممارسة الرياضة تقوى أبدانكم. تحرصوا هنكتبها إزاي؟ تحرصوا هحذف النون وأحط ألف، تقوى هحذف الألف اللينة وأحط فتحة فوق الواو. طب السؤال اللي بعده، أينما تفعلوا تفعلوا الخير تفعلوا تنال فعلوا نحط ألف يبقى هنحذف فعلوا النون ونحط مجزوم إيه؟ علامة ألف. حط على أينما العلة تفعلوا، تمام ما حط شاء الله النون. عليكم، أينما تفعلوا الخير تنالوا الثواب. طب اربطي بين الجملتين، إن اربطي بين الجملتين. تحققوا أمالكم ترقى أو طانقوا ترتق ترقى أو طانقوا ترتق تمام، ما شاء الله عليكم. إن تحققوا، هحذف النون وأحط ألف، ترتق يعني هحذف الإيه؟ الياء وأحط حصل كسرة في تحت العلم القاف، ترتقي يعني ترتق آخرها قاف تحتها كسرة، آخرها قاف تحتها كسرة. طب يقول الحق ينجو من عذاب الضمير، من يقول الحق ينجو من عذاب الضمير. يعني يقول أكتبها إزاي؟ من يقول هنشيل الواو، هشيل من عذاب الواو، تبقى الضمير. من يقول الحق ينج، اكتبها ازاي؟ من هنشيل الواو برضه. هشيل الواو برضو واحط ضمه فوق الجيم، ضمة. يبقى من يقول الحق ينج، ينج اخرها جيم، من عذاب الضمير. تنال السمعة الحسنة يحبك الناس. إن تنال السمعة الحسنة السمعة الحسنة يحبك يحبك الناس. الناس. ان تنال، احذف الالف، منع الالتقاء ساكنين، يحبك يحبك الناس. تمام كده، ما شاء الله عليكم، تمام. يبقى احنا دلوقتي اخذنا درس اسلوب الشرط، ودربنا كمان
بقطعتين. يبقى بسرعة كده، هو أدوات الشرط هي إن ومن أينما مهما ومتى متى ومهما وأينما. تمام كده هوت. ده كان دي كانت أدوات الشرط. ويتكون أسلوب الشرط من أداة الشرط وفعل الشرط وفعل جواب الشرط. وفعل الشرط وفعل جواب الشرط بيبقوا مجزومان، بيبقوا مجزومان. وعلامة الجزم إذا كان الفعل صحيح الآخر يبقى علامة الجزم السكون، إذا كان الفعل معتل الآخر يبقى علامة الجزم حذف حرف العلة، إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة يبقى علامة الجزم هي حذف النون، حذف الإيه؟ النون. تمام؟ يبقى دلوقتي مين يقول لي كده؟ مما يتكون أسلوب الشرط؟ من أداة الشرط، فعل الشرط، أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. تمام كده ما شاء الله، أداة الشرط وفعل الشرط وفعل جواب الشرط. طيب فعل الشرط بيكون مجزوم وعلامة جزمه السكون إمتى؟ لما يكون آخره حرف صحيح. لما يكون آخره حرف صحيح. وإمتى تكون علامة الجزم هي حذف حرف العلة؟ لما يكون آخره حرف العلة. وإمتى تكون علامة الجزم هي حذف النون؟ لما يكون أفعال خمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة. وفي بس ملاحظات بسيطة، لو الفعل آخره حرف علة، لو الفعل آخره حرف علة بحذف حرف العلة وعوض عنه بحركة من جنسه، لأن أنا لو حذفت الواو أحط ضمة فوق الحرف الأخير، لو حذفت ألف أحط فتحة فوق الحرف الأخير، لو حذفت ياء أحط كسرة. يعني مثلا لو يدعو أحذف الواو وأحط ضمة على العين، لو يسعى أحذف الألف وأحط فتحة فوق العين، لو يقضي أحذف الياء وأحط كسرة تحت الإيه؟ تحت الضاد. ولو كان الحرف اللي قبل الأخير علة بشيله منع الالتقاء ساكنين. ده كان أول درس أسلوب الشرط. حد عنده أي سؤال؟ أي سؤال يا بنات؟ لا. يلا سلام عليكم. لسه احنا كده خلصنا؟ احنا كده خلصنا الدرس، بس لسه هتاخدوا حصة تانية بعد كده إن شاء الله. مستر. نعم يا بابا. أي سؤال؟ لا شكرا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.